Hello mes amis, à l'aslamtkoum ou marhaba bikoum fi kouzinti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, راكم تلاحظوا بلي راه قدامي هنا زوج نتاع المكونات اللي هما التفاح و لا بات سكري. هاد لا ريسيت راح تكون ان تي بو سبيسيال. لا ريسيت اليوم هي تورت امريكان ا لا بوم امريكان ابل باي. هاد لا ريسيت الي تري سيليبر في الامريكان, يديروها بزاف اون جينيرال هنا. On est beaucoup plus tarte que tourte. Donc, aujourd'hui, on va voir la façon dont on va faire la tourte. Et on va vous donner les détails. La chose que vous avez la pâte. Vous avez dit que vous avez les mesures. Et impérativement, la pâte doit être berda très très bien. Les chbab, شوفوني هنا شدرت هذاك التفاح. Je l'ai nettoyé, j'ai dénoyauté et j'ai coupé en quartiers. هنا راكم تلاحظوا بلي راهم مقطعين كل حبه تفاح راهم مقطعه على اربعه. À ce moment, رايح نقطعهم en gros dés. دوك نوريكم كيفاش. Mes amis, c'est bon, هنا قطعت التفاح راكم تلاحظوا la dimension اللي قطعت بها التفاح قلت لكم خاصني دو gros dés. OK, donc à ce moment هنا نجيب une cuillère de jus de citron ونزيدها باش هذا التفاح ما يكحلش ونخلط très bien. Hna ra عندي du sucre roux. Hna had le mélange راح نزيد فيه 3 cuillères à soupe de sucre roux. Ou عندي هنا 2 sachets de sucre vanillé. Alors, zidhom. 1 2 et 3. On zidou tani le sucre vanillé, goûte comme عندي 2 sachets. Voilà, pour parfumer. هنايا عندي نص مغروف نتاع قرفه, اللي يبغي اكثر يقدر يروح حتى لامتي كيارا كافي. انا اون دومي هنا تكفيني, دونك نرشها هنا على هاد لو ميلونج. هاد لو ميلونج نزيدلو ثاني اون بانسي دو سيل. لا بانسي دو سيل مليحه بور فير سورتير لي زاروم. وهنا راه عندي زوج مغارف كبار نتاع فارينا نزيدهم, ودرك نقول لكم علاش. وإل لو كان تخليهم ونحطهم فوق العجينه كيس كي فاس باسي, ديك العجينه راح تتشمخ ولا بات نتاعنا تجي معجنه. دونك هنايا لا فارين ال فا ايفيتي كامل هذا الشيء باش يصرى. اوكي, ليتاب التاليه هنايا اللي راح تكون لا تو ديرنيير ايتاب هي اني درت هنا دوبت اون كيارا سوب نتاع زبده. اللي ما عندوش زبده يقدر يستعمل لا مارغارين. الو هنا نزيدها لهذا لو ميلونج ونخلط. خلطت كامل هذوك لي زانغريديون مع بعضهم. هنا راكم تلاحظوا باللي التفاح جونغ تغلف بهذيك جو سي با بالك اون بو ابلي سا اون بتيت بات. ليسونسييل هادي هي لا بريباراسيون تاعي راهي واجده. ميتنون فا باسي ا لا بات. لا بات لي فريمون تري تري فرواد. هنايا بردتها تري تري بيان, خليتها تماسكت باسكو سي تري امبورطون هاد ليتاب. الوغ هنا هاد لا بات راح نقسمها اون دو, مي باغ كونتر ما نقسمهاش لدو بارتي ايغو. رايحه ندير اون بارتي كبيره واون بارتي صغيره. لا بارتي كبيره جونغ جو في لا بارطاجي اون 3 تيير داكور. ندير لي دو تيير في القاعده في لا باز اي لو تيير نغطي بيه لا تورت. هنايا جي بيان فاريني لو بلون دو طرافاي تاعي, حليت هذيك لا بات. هنايا نجيب لو مول. فوالا لازم نقيس هكذا باش تجي la pâte j'ai à l'essai le moule et puis donc là c'est bon, j'ai foncé le moule taï. Hna bon mais d'habitude quand même parce que راح يصرى هكذا genre des déchirures la pâte نتاع comme il y a pas de souci parce que c'est une pâte qui fait بزاف le gras, c'est tout à fait normal que je حاجه ولا سقدوا بيديكم. C'est pour ça علاش c'est très très important باش تبردوها قبل ما تخدموا بها. Donc voilà, هنا j'ai foncé le moule. راكم تلاحظوا بلي les parois خليت هكذا هذوك زيادات. Bad, vous allez comprendre pourquoi. Alors, faites le work n'jib, les pommes taï, n'hotom, flou moule, d'accord, n'hotom camel, regardez. Un bad, n'aoud nous l'ilkom, menin farachom, très très, ma brauche, min farachom, n'aoud nous l'ilkom. Bon, c'est bon, farach tahneya douk les pommes. Pardon, une petite remarque, mais les amis, je te tourbe le fond dans la tarte n'takom, dans la tourte n'takom, parce que بعد, pendant la cuisson, هادوك le داك التفاح راح يطلق هادوك لي ليكيد, ودوك لي ليكيد يخرجوا من هادوك لي بتي ترو لي درناهم التحت, من بعد يلصقوا لا بات
صرا ديكا كبيرة، مشاكل كبار. دونك فات اتونسيون. الحباب، لا دوزيام بارتي نتاع لاباط راني هنا حليتها، دوك نعاود نرفدها ونغطي بها لا تورت نتاعي. قعدوا معايا ميزامي، هنا سي بون راني غلقت لا تورت نتاعي، جالي دير لا كيش، لا تورت نتاعي سي بون غلقتها. الو هنا راكم تشوفوا بلي هادوك تماك هادوك لي زوندوا، هنا اون فاكري دي سودور، نغلقو تري تري بيان، نقرصو عليهم بيان باش هاديك لا تورت ما تنحلش. هنا راكم تلاحظوا بلي شكلها فوضوي، هي شكلها يجي هكذا كما تعرفوا لي زاميريكان دي غران جو مون فوتيست. دونك سي با غراف، هذا هو شكلها، يجي هكذا دي امبيرفيكسيون باسكو علاش لا بات الي فريمون friable. هذاك هو لو سكري نتاع لو كوتي كروسيون تاع لا بات اللي تتفتت في الفم، اي بي لو كوتي طوندر نتاع لا بوم. دونك هنا جو في بيان سودي ونعاود نولي لكم. دونك لا ميتنون نوري لكم كيفاش راح نحي هذوك لي بوردور. فوالا نحكم الحلال ولا الرولو بون، هكذا راني غير نوري لكم ا ببري داكور. جو في باسي كوم سا هكذا كامل على لي باروا اون ميم طون، سا فا كريي اون سودور اي اون ميم طون سا فا. هنا سي بون لا تور تاعي سي بون، كوفريتها، جي بيان سودي لي بوردور، نحيتهم سي بون. هذا هو الشكل تاعها، راكم تشوفوا بلي اي ني با ريغولي اي سي نورمال. نقولها ونعاودها سي نورمال، معمر بال كيما تقول ماما العراعب. اوكي هنا راح نجيب هاد لو بيتي تروك نتاع لا دوي ولا نيمبورت كوا. هنا جو كريي اون بيتيت شوميني، هاد لا شوميني علاش باش من بعد. دونك هنا بري افوار كريي لا شوميني نحي هاد لا بارتي هنا. وهنايا شوفوا في هاد لو مومون لي يبغي يدهنها افيك دو جون دوف يدهنها، مي سينو انا راح نديرها فريمون بلا باز نتاعها، راح نخلي لها لاسبي روستيك نتاعها، لاسبي فوضوي نتاعها. هادي هي لا تورت امريكان ا لا بوم. دونك راح ندخلها او فور ا 200 دوغري، نخليها اونتر 30 اي 35 مينوت حتى 40. كوكو مو ريفوالا، ما تورت ا لا بوم اي بريت. Regardez-moi cette belle cuisson, raha tayba, raha mhamra très très bien. انا خدت لي environ 45 minutes في الفور كيما قلت لكم، عسوها وشوفوا ني تحمر مليح مليح وتحسوها طابت سي بون. هذاك هو دونك هنا لا تورت ا لا بوم تنتكل تياد. Premièrement, les habits avec la berda berda, même tiède, elle est trop trop bonne avec une boule de glace à la vanille. Vous pouvez la servir aussi avec de la sauce au chocolat, avec de la sauce au caramel, qui met beau, à vous de choisir. My American apple pie is done. I hope you like this new recipe. Thank you for watching and see you next time. Bye.